تحس بشكل مسكر. انا اللي مازلت بتوصل 25% تخفيض على مجموعه من البيوت حتى 24 في دور في صدر. ونأكد كلامك 25% تخفيض على الجام دو لوبريفيون عجيل في كل محطات عجيل في تونس الكبرى لستاسيون عجيل غران تونس فيهم تلقاو تخفيضات 25% على الجام دو لوبريفيون عجيل. صديق نوال يلا عمل لي دوره بالكاميرا خلينا نشوف شكون وراك وناخذوا المتسابق الاول. يلا كي العاده التاكسي التاكسي اصدقائنا التاكسيستية اول تاكسي راهو هو اللي نمشيو له ديريكتومون هذاك وائل اللي تشوف فيه انت هذاك ارجع ارجع اي فوالا اللي قاعد يعبي توا نمشيو له في المباشر. يلا السلام عليكم شنو احوالك؟ الحمد لله عايش نتعرف عليك عمار عيساوي. عمار العيساوي شنو احوالك يا سي عمار؟ الحمد لله الصحة بخير لاباس عليك الحمد لله والله لاباس. السؤال اللي مكنك باش تربح معانا اليوم يقول في قداش من ميناء صيد بحري تتواجد عجيل؟ في قداش من ميناء صيد بحري نلقاو عجيل؟ في خمسة برك وإلا في خمسين؟ في خمسين. في خمسين. خمسين ميناء متأكد؟ متأكد أيه. مادامك متاكد نقولوا لك مبروك عليك صديقنا لو دو لوبريفيون بقيمه 100 دينار تهديهم لك عجيل. الف الف مبروك. رفيق قل لي احنا تو ما زلت عندنا كهرباء اخرى انت تو تفرش في تاكسي كامل تفرش في ضيافك وانت قل لي وين نمشي فرش. عندنا تاكسيستية برشا عندنا برشا تاكسيستية كاميونة اسمع ميسالش ربحوا تاكسي واحد اخر ميسالش ربحوا تاكسي واحد اخر وائل نتعرف عليك نتعرف عليك صديقنا راح تعمل كلمتين هيا بيه هاو اليوم يا خويا القدر انصفك ديريكت من غير سؤال نقولوا لك مبروك عليك كاخت اجيليس ب 100 دينار من اهداء عجيل مبروك يا بالحسن. الف مبروك عليك يا بالحسن.